أعزائي وأحبائي متابعي بوابة دار الهلال، أهلا بكم في نشرة مرضية صباحية عن صباح يوم الجمعة الموافق 16 ديسمبر لعام 2022. معلوم لنا جميعا أن يوم الجمعة أجازة رسمية للعاملين بأجهزة الدولة بكافة قطاعاتها الحكومية والخدمية، بالإضافة إلى القطاع العام والقطاع الخاص والمدارس والجامعات، وهذا بالتالي بينعكس إيجابيا على حركة المرور في الشارع المصري. بحمد الله منذ الصباح الباكر هدوء تام على كافة المحاور والميادين والطرق الرئيسية، السيارات شبه فظاظة في ظل انتشار خدمات مرورية مكثفة مدعمة بالأوناش والآليات والمساعدات الفنية. لملاحظة حركة سير السيارات على مدار اليوم الكامل، هذا بالإضافة إلى التنسيق التام والمستمر وعلى مدار اليوم الكامل من غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور وغرف عمليات إدارات المرور بمحافظات القاهرة الكبرى، وبمناسبة توجه السادة المواطنين إلى المحافظات الأخرى موطنهم الأصلي والمدن الساحلية لقضاء أجازة نهاية الأسبوع. لذلك استعدت الإدارة العامة للمرور بتعزيز الخدمات المرورية على الطرق السريع صحراوية وزراعية، ونشر خدمات مرورية مكثفة مدعمة بالدراجات النارية والأكمنة الثابتة والمتحركة والرادارات، وذلك لملاحظة الحالة المرورية والتأكد من التزام قائدي السيارات بالسرعة المحددة وأيضا بتعليمات قواعد وآداب المرور. أيضا مناطق الأعمال بالرغم من اليوم أجازة رسمية فإنها تشهد خدمات مرورية مكثفة، سواء المخصصة بوسائل النقل الأخضر الذكي أو الخاصة بأعمال الإصلاح والتطوير ورفع كفاءة الكباري مثل كوبري 15 مايو وكوبري أحمد عرابي، وأيضا كذلك بالنسبة لوسائل النقل الخاصة بالخط الثالث لمترو الأنفاق بشارع جامعة الدول العربية وشارع القومية العربية وشارع السودان، وأيضا المرحلة الرابعة للخط الرابع لمترو الأنفاق بشارع الهرم، حيث تم تعزيز تلك الخدمات بخدمات مرورية مكثفة بالإضافة إلى العلامات الإرشادية والعلامات التنظيمية. في الصباح الباكر كانت توجد شبورة مائية كثيفة على الطرق الساحلية والطرق الزراعية والطرق المطلة على المسطحات المائية، لذلك دائما ننصح السادة قيادي السيارات عدم الخروج بالسيارة في الساعات الأولى من الصباح الباكر إلا في حالة الضرورة، وأثناء السير يجب الالتزام بتعليمات الأمن المروري في الساعات الأولى من الصباح الباكر بأن تكون السرعة منخفضة حتى يمكن التحكم في عجلة القيادة، بالإضافة للالتزام بالحارة المرضية، استخدام الأنوار الأمامية المنخفضة، وكذلك الإشارات الضوئية يمينا ويسارا قبل الدوران بوقت كافي أو الانتقال من حارة إلى الحارة الأخرى. أيضا كذلك عدم الوقوف في مطالع ومنازل الكباري ومداخل ومخارج الأنفاق، أيضا التأكد من الصلاحية الفنية للسيارة بأن الكاوتشوك يعمل بحالة جيدة وأن ضغط الهواء فيه مناسبة لليونت الأسفلت، بالإضافة إلى مساحات الزجاج الأمامي والخلفي أيضا تعمل بحالة جيدة وبصفة مستمرة لمنع تكون كتلة مائية على الزجاج تؤثر على الرؤية الجيدة مع فتح الزجاج الجانبي للسيارة، وذلك لتهوية السيارة من الداخل حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة. مناطق الأعمال تعمل بكامل طاقتها، الحمد لله لا توجد بها أي كثافات مرضية، بالإضافة لكاميرات المراقبة لملاحظة الحالة المرضية على مدار اليوم الكامل. يمكن أبرز ما لدينا اليوم غلق كلي لمنزل كوبري أحمد عرابي اتجاه مطلع الطريق الدائري، وده اعتبارا من اليوم ولمدة 45 يوم بسبب أعمال تطوير ورفع كفاءة كوبري أحمد عرابي تحديدا أعلى شارع السودان بالاتجاهين، والتي تشمل أعمال هدم وإزالة الطبقة الأسفلتية للكوبري بالكامل، وتم إجراء تحويلات مرورية بالنسبة لحركة المركبات القادمة من شارع أحمد عرابي وترغب السير اتجاه الطريق الدائري، ونفق أحمد عرابي تتجه بالسير نحو شارع مدينة الأمل وصولا لمحور أحمد عرابي بعد استحداث فتحة بعرض 20 متر في الجزيرة الوسطى، ودخول يمينا بمحور أحمد عرابي اتجاه نفق أحمد عرابي والطريق الدائري. قد قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعزيز الخدمات المرورية والعلامات الإرشادية والتنظيمية والطواحين الهوائية الضوئية لتسيير الحركة المرورية ومنع أي كثافات مرورية خلال فترة الأعمال وللحين الانتهاء.
الحملات المولية مستمرة على مدار اليوم الكامل في نطاق القاهرة الكبرى وعلى الطرق السريعة وأيضا في منافذ القاهرة الكبرى بهدف تحقيق الأمن والسلامة للسادة المواطنين والتعامل مع كافة أنواع المخالفات بكل قوة وحزم، وذلك للحفاظ على الشارع المصري وعلى حياة المواطنين. دائما في نهاية الفقرة المرضية بنناشد السادة قيد السيارات الالتزام بقواعد وآداب المرور، التعاون مع رجال المرور، وإن شاء الله رحلة سعيدة وموفقة للمصريين.